اختاريت الرسم بالقهوة البودرة والسائل، انه اخرج عن النمط، اخرج عن النمطية واخرج عن المألوف وعن النمط التقليدي. اليوم يعني اكثر الرسامين او الفنانين على نفس النمط التقليدي، حاولت انه اخرج عن المألوف واظهر بصورة مختلفة للناس، انه يعني اجذب النظر من خلالها. حاولت انه اعمل عمل مشترك او دويتو مع عدة فنانين، فنان او فنانين، نحاول انه نرسم لوحة بورتريه بعدة الوان بالاضافة للقهوة والاكريليك والالوان الاخرى، حتى ننتج لوحة مختلفة يعني يدمج فيها جميع الالوان. فكرة حلوة بصراحة، فكرة جديدة، نوع جديد يعني يجذب المتلقي، يجذب الناس. يعني أنا متأكدة إنه هواي ناس يعني راح يجربون هذه الفكرة. يعني إحنا طرحنا مثل ما نقول شيء جديد على الساحة الفنية. الرسم بالقهوة انها اصبحت لي دخل مادي، بما انه انا خريج معهد تقني وبالتأكيد يعني فرص العمل ماكو، فانه اختاريت الرسم بالقهوة وبقية الطرق انه كمصدر رزق لي. يعني تجيني طلبات رسم، اتصالات من كثير من الفنانين. أكثر الرسومات اللي تنطلب مني هي بورتري، يعني أما أعياد ميلاد أو أما هدايا أو أشخاص متوفين.